السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي أكتر من سؤال، أجيب برنامج سولوبري موديل تشيكر منين؟ دلوقتي أنا لو دخلت على الموقع، تمام، هتلاقي الرابط ده أسفل الفيديو، سولوبري أبليكيشن برودكتس فيو. هتدخل هنا هتلاقي كل البرامج بتاع التحميل، تقدر تختار منها الإصدار اللي أنت تشتغل عليه سواء ماكنتوش أو ويندوز. هنا المنتجات اللي أنت عايز تشتغل عليها، ده البرنامج بتقول له داونلود، بيتحمل معاك، تقدر تسطبه وتشتغل عليه بدون اي مشاكل خالص، تمام. التسطيب بتاعه عادي، نيكست نيكست، وتبدأ تشتغل عليه. البرنامج ده ممتاز جدا ان انت تقدر تفتح ملفات البيم وتشتغل عليها، تقدر تكتب الملحوظات اللي انت عايزها زي كده مثلا، تقدر تشوف الكلاشات، تقدر تعمل حصر. الشكل دوت تقدر تلاقي كل المعلومات اللي انت عايزها.